إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير. إلى العناوين، أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء تشمل عادل الجبير. الإمارات تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في دمشق. للتمسك والالتزام باتفاق الطائف نصا وروحا. تأليف الحكومة في إجازة والسنيورة يدعو إلى التوقف عن ابتداع أعراف تخالف الدستور. حاضر تستقبل السنة الجديدة براحة بال، تتعلم، تكبر، تتطور، تستكشف، تحلم وتحقق. نحن كمان حاضرين نستقبل السنة الجديدة، بنتمنى لكم السعادة، الصحة وأكيد راحة البال. تلاحقت التطورات في أكثر من بلد في حين ينتظر لبنان وقف عملية تعطيل تأليف الحكومة الجديدة. في المملكة العربية السعودية صدرت أوامر ملكية أعادت تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت سلسلة إعفاءات وتعيينات. أما التطور الآخر فتمثل بإعلان دولة الإمارات عن عودة العمل بسفارتها في سوريا. وفي هذا الإطار قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قرار دولة الإمارات بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي وليد قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري، وأن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التوغل الإقليمي الإيراني والتركي. داخليا، وفيما لبنان على مسافة أيام قليلة من نهاية العام الحالي، يبدو أن عملية تأليف الحكومة في إجازة، وقد توقفت مصادر متابعة عندما ورد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن موضوع الحكومة، وقالت إن ما ذكر هو خارج نطاق البحث ومجرد قراءات خاصة لا تمت بصلة للواقع. البداية من الأوامر الملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي التي تضمنت تعديلات أبرزها إعفاء عادل الجبير كوزير للخارجية، وتعيين إبراهيم العساف بدلا منه، وتعيين الأمير عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني. في قرار ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضمن القرار الملكي تعديلات شملت وزارات عدة أبرزها الخارجية، حيث تم إعفاء عادل الجبير من منصبه كوزير ليصبح وزير دولة للشؤون الخارجية، وتعيين إبراهيم العساف خلفا له، فيما أعفي السفير السعودي لدى بريطانيا محمد بن نواف وليصبح مستشارا للملك. ومن ضمن التعديلات تعيين الأمير عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني، وتركي بن عبد الله الشبانة وزيرا للإعلام. وبناء على طلبه أعفي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد من منصبه ليعين تركي بن طلال بدلا منه. كذلك تقرر إنشاء الهيئة السعودية للفضاء، حيث تم تعيين سلطان بن سلمان رئيسا عليها بعدما أعفي من منصبه كرئيس لهيئة السياحة. أما تركي آل الشيخ فأصبح رئيسا للهيئة العامة للترفيه بعدما أعفي من منصبه كرئيس لهيئة العامة للرياض فيصل بن خالد من منصبه ليعين تركي بن طلال بدلا منه. كذلك تقرر إنشاء الهيئة السعودية للفضاء، حيث تم تعيين سلطان بن سلمان رئيسا عليها بعدما أعفي من منصبه كرئيس لهيئة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي. في أول تحرك عربي دبلوماسي رسمي تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله في مقر السفارة.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري بحسب البيان. وأعربت الوزارة عن تطلع الإمارات إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية. وفي السياق، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن القرار يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها، معتبرا أن القرار يهدف إلى إعادة تعزيز الدور العربي الذي بات أكثر ضرورة تجاه التوغل الإقليمي الإيراني والتركي. تحل اليوم الذكرى 5 لاستشهاد الوزير محمد شطح، وللمناسبة استذكر الرئيس سعد الحريري الشهيد شطح بسطور نشرت في جريدة المستقبل. استذكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر جريدة المستقبل الوزير الشهيد محمد شطح في الذكرى 5 لاغتياله، وقال 5 سنوات مضت والحبيب محمد شطح لم يمضي من ذاكرة نستمد من محطاتها الحافلة بالحوار والاعتدال قوة الاستمرار اليوم وفي المستقبل على القيم الإنسانية والوطنية والعربية التي زرعها فينا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكانت له وما زالت لنا الحد الفاصل بين الحق والباطل. الرئيس الحريري قال إن الحبيب شطح حاضر معنا في كل ما نقوم به لحماية لبنان بفكره الذي كان مسكونا بهم استنهاض الهمم للنهوض بالبلد، برصانته التي كانت تتوهج بالصدق والسلام، بهدوئه الذي كان ولا يزال سلاحنا في مواجهة الأزمات، بابتسامته التي كانت ولا تزال تحرضنا على التفاؤل والأمل بمستقبل أردناه معا عامرا بالغيرة على لبنان وبذل كل التضحيات من أجل صون حريته واستقلاله وعيشه الواحد والتمسك بالعدالة عنوانا للعدل وإحقاقا للحق. وختم الرئيس الحريري بالقول أكثر ما أفتقده في الحبيب محمد شطح هو الصدق في زمن بات فيه الصدق عملة نادرة، رحمة الله عليه وعلى مرافقه الشهيد محمد بدر والشاب الشهيد محمد الشعار وكل شهداء ثورة الأرز، عهدنا أن نستمر على دروب الوفاء لكم مع كل الأوفياء. وفي ذكرى اغتياله توالت المواقف التي حيت روح الشهيد محمد شطح وأشادت بمآثر رجل الحوار والاعتدال. سلسلة مواقف استذكرت الشهيد محمد شطح في الذكرى 5 لاغتياله. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غرد على حسابه عبر تويتر قائلا محمد شطح ضمير القضية الذي حاولوا قتله إلى أنهم لم يفلحوا طالما هناك من يكمل المسيرة. وأرفق جعجع التغريدة بصورة له مع الراحل كانت قد أخذت خلال زيارة شطح له قبل يومين من اغتياله. وفي حديث لبرنامج كلام بيروت قالت وزيرة المال السابقة ريا الحسن إن الشهيد محمد شطح كان لكل لبنان ووطني بامتياز. الله يرحمه، كان فقدنا رجل عظيم، يمكن كل الشهداء بنقول عنه نفس الشيء صراحة، بس هو جد كان شخص مميز بكل النواحي. عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش قالت في تغريدة نستذكر الرجل الوطني الذي ناضل من أجل الحوار والاعتدال، تحية إلى رجل دبلوماسي زرع الأمل بمستقبل لبنان في وقت سعى المجرمون إلى تدمير الوطن عبر محاولة القضاء على مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. من جهته قال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش في هذا اليوم نستذكر الرجل الوطني الذي ناضل من أجل لبنان من أجل الحوار والاعتدال في وقت سعى فيه المجرمون إلى دمار لبنان، رحم الله شهيدنا وليبقى لبنان. عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان غرد بالقول تعلمنا من الشهيد محمد شطح أن التطرف لا يحتاج إلى عقل، لكن الاعتدال يحتاج إلى شجاعة ورؤية، ونحن في ذكرى اغتيالك نجدد تمسكنا بالاعتدال وبالدولة ومؤسساتها الدستورية. عضو كتلة المستقبل النائب ديما جمالي قالت بعد مرور 5 سنوات على اغتياله رجل الكلمة الحرة ورمز الاعتدال وصاحب المواقف الجريئة كم نحن بحاجة إليه في هذه
هذه الظروف الصعبة التي تعصف بلبنان. رحم الله الشهيد وسائر الشهداء الأبرار. بدوره النائب ميشيل معوض أوضح في تغريدة أنه باستشهاد محمد شطح خسرت صديقا عزيزا، كما خسر لبنان رجل فكر وحوار وسياسيا معتدلا بنهجه صلبا بقناعاته، آمن بحرية لبنان وميثاقه وتعدديته حتى الاستشهاد. في ظل الجمود الذي يخيم على مشاورات تشكيل الحكومة بعد العرقلة الأخيرة التي حالت دون ولادتها، دعا الرئيس فؤاد السنيورة من السراي الحكومي إلى ضرورة استعادة الثقة بالدولة والتوقف عن اختطافها من قبل الأحزاب والميليشيات وابتداع أعراف جديدة تخالف الدستور. دعا الرئيس فؤاد السنيورة إلى التوقف عن اختطاف الدولة وابتداع أعراف جديدة تخالف الدستور وممارسات تخالف القانون، وشدد على أهمية تصويب البوصلة الوطنية والسياسية والاقتصادية كي لا نغوص أكثر في المآزق التي تحيط بلبنان من كل حدب وصوب. مواقف الرئيس السنيورة جاءت خلال تمثيله الرئيس المكلف سعد الحريري في حفل إطلاق طابع بريدي تكريمي خاص من قبل شركة ليبون بوست تخليدا لذكرى الرئيس الراحل سامي الصلح في السراي الكبير، وبدعوة من لجنة تكريم الرئيس الراحل. الحفل حضره وزير الاتصالات جمال الجراح والنائب رولا الطبش جارودي وسفير الجامعة العربية عبد الرحمن الصلح والوزيرة السابقة ليلى الصلح وشخصيات دبلوماسية وسياسية وثقافية واجتماعية وعدد من أفراد العائلة. فنحن أشد ما نكون بحاجة للتمسك والالتزام باتفاق الطائف نصا وروحا، والعودة إلى الالتزام الثابت والقوي بالدستور، بما يعني الابتعاد عن اللجوء إلى ابتداع أعراف جديدة تخالف الدستور والابتعاد عن ممارسات تخالف القوانين السارية والتوقف عن ممارسة التقاعس عن تطبيق بعض القوانين لأنها لا تعجب البعض من الوزراء فيتصرفون على هواهم خلافاً لإرادة الشعب اللبناني. كذلك وبضرورة العودة إلى التأكيد على دور الدولة واحترام سلطتها الكاملة غير المنقوصة على كامل الأراضي اللبنانية والتوقف عن اختطاف الدولة ومؤسساتها من قبل الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية. الرئيس السنيورة تحدث كذلك عن ذكرى اغتيال الوزير السابق محمد شطح، مؤكدا أن يد الغدر التي اغتالته لم تنجح باغتيال ما كان يمثله في عمله ونضاله، وألقيت كلمات نوهت بمسيرة وإنجازات الرئيس الراحل سامي الصلح أو الملقب بأبي الفقراء، وتحدثت عن فترة توليه رئاسة الحكومة وكيفية محافظته على الدستور والقوانين، كما جرى عرض فيلم يوثق تلك المرحلة. وفي الختام جرى عرض الطابع البريدي وتقديم دروع تقديرية على عدد من الشخصيات. أعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أنه سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين للبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية. أضاف البخاري خلال لقائه وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية في مقر السفارة: إننا نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات، مشددا على أن السياسة السعودية الخارجية فيما يتعلق بلبنان ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة لبنان وأمنه واستقراره. قبل أيام من انتهاء العام الحالي، كيف يستعد اللبنانيون للاحتفال برأس السنة؟ تقرير حسن درويش. شو عاملين على رأس السنة؟ لطالما شغل هذا السؤال اللبنانيين قبل أسابيع من نهاية العام، لكن أين سيسهر اللبنانيون هذه السنة؟ بالفرجة أحلى قعدة، أحلى قعدة. ليه ما بتحجزوا بمطعم أو شيء؟ لا شو هذا لا المطعم، لأنه الأيام غير شكل، الأيام عاطلة. ماشي بالبيت. ليه بالبيت؟ هيك أحسن شيء. الجو بالبيت تكون أزبط. لطالما انتظر اللبنانيون هذه الليلة للاحتفال في المقاهي والمطاعم واستقبال العام الجديد بأجواء من البهجة والفرح. الصورة هذه السنة مختلفة، فالضائقة الاقتصادية التي ترخي بثقلها على الوطن أثرت على الحجوزات. يعني كنا قبل بعشرين يوم بخمستعشر يوم صرنا مفاولين وخلص مسكرين، يعني ما نقدر نستقبل حدا، ونعتذر كثير من ناس تأخروا هن لعزمه. صلى لا ما في.
الاستقرار الأمني الذي يشهده لبنان مقارنة بدول المحيط يعتبر عامل جذب للسياح، لكن اللا استقرار السياسي الناتج من التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة أضعف القدرة الاقتصادية للمواطن اللبناني. عندنا عراقي نسبة منيحة أكثر من اللبناني، بيرجع تحت منه بدرجة بيجي المصري، عندنا مصري، عندنا من الشام، بعدين اللبناني صار بالدرجة الثالثة أو الرابعة هو اللي عم يظهر عنا بالمحل. أصحاب المقاهي لاحظوا أن اللبناني يبحث عن أوفر الأسعار، لا بل أنه من المنطق أن يسهر في منزله. أعتبر عائلي 7-8 أشخاص مع أصحابنا أو 10 أشخاص، إذا بدي يروح على تيكت ب $100 برغم أنه في محلات $200 و $300 بقول لك $2000 أو $1000 $3000، لا بعمل سهرة ببيتي بتكلفني $100-$200 وبلا هالدهرة لبرا. ورغم كل ما يمر به يصر اللبناني على الاحتفال آملا أن يحمل له العام المقبل الخير والبحبوحة. جاء وزير الاتصالات جمال الجراح في الأقسام المستحدثة في مبنى أوجيرو وأكد الحرص على تنفيذ مشروع الفايبر أوبتيك بتقنية عالية، نفيا كل ما يتردد عن نية الوزارة تلزيم جزء من الصيانة إلى شركة خاصة. التقرير لغيدة جبيلي. أكد وزير الاتصالات جمال الجراح أن استمرارية عمل هيئة أوجيرو أساس لانطلاق قطاع الاتصالات إن كان على صعيد الشبكات أو السنترالات. كلام جراح جاء خلال جولة قام بها في مبنى أوجيرو حيث اطلع على الأقسام المستحدثة فيه واجتمع مع الموظفين والإداريين، وشدد الجراح على أن العمل مستمر لتعويض المرحلة السابقة والعبء الذي كان ملقى على الهيئة، مشيرا إلى أن مشروع الفايبر أوبتيك وضع على السكة الصحيحة. هيئة أوجيرو عم تنفذ هذا المشروع بكل كفاءة وبكل تقنية عالية وبكل مسؤولية، ونتائج هذا المشروع بدو يبلشوا اللبنانيين ينعموا بنتائجه بأقرب وقت ممكن. شو ردك على ما يقال اليوم عن صراعات سياسية وإدارية داخل أوجيرو وما يحكى عن تلزيم شركات خاصة للصيانة؟ هذا التحديث وهذا الشيء الحضاري اللي عم بيصير بهيئة أوجيرو هذا فساد. برأي البعض انه هذا فساد. تأخرنا شوي لانه هذا العقد راح واجا بيننا وبين ديوان المحاسبة عدة مرات، صار في عليه تعديلات للأفضل، لكن بالآخر وصلنا لعلاقة واضحة وصريحة وشفافة بين الوزارة وبين هيئة أوجيرو، ومن هلأ ورايح اذا في تقصير بيكون صار مسؤوليتنا. واللي عم بيقولوا نحن لزمنا القطاع الخاص الصيانة، لا بالعكس، كل شيء بدهم يعملوه بده يكون تحت إشراف هيئة أوجيرو بموافقة الوزارة وهيئة أوجيرو تيقدروا يقوموا بأي عمل له علاقة بالشبكة أو بالسنترالات. ونفى الجراح أن يكون هناك صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو، لافتا إلى أن كل الخلافات السابقة كان هدفها تدمير القطاع، أما اليوم فبات الخلاف يصب في خانة تطوير القطاع. أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزيف سماحة قرارا قضى برد طلب وئام وهاب شكلا بنقل الدعوى الملاحق بها من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إلى مرجع آخر، وذلك لعدم قانونية طلب وهاب وألزمته بدفع النفقات القانونية. وكان وهاب قد تقدم بهذا الطلب على خلفية استدعائه أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق معه حول الإخبار المقدم ضده من مجموعة من المحامين بجرائم المس بالسلم الأهلي وإثارة النعرات الطائفية، حيث رفض حينها المثول أمام المعلومات التي توجهت قوى منها إلى الجاهلية بناء على مذكرة إحضار أصدرها حمود بحقه. كارلوس غوسون وقع ضحية نجاحاته وها هو يدفع الثمن في السجن، هذا ما أشار إليه نقيب الصحافة عون الكعكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة المركزية لدعم غوسون. تطرق المشاركون فيه إلى قضية توقيف غوسون وملابساتها. لا تزال قضية توقيف رئيس مجلس إدارة تحالف رونو نيسان ميتسوبيتشي السابق كارلوس غوسون تتفاعل إثر اعتقاله الشهر الماضي في طوكيو بسبب مزاعم انتهاكه قانون التداول المالي في اليابان.
غصن الذي تم إلقاء القبض عليه في 19 من تشرين الثاني لاتهامه بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة 5 أعوام بدءا من العام 2010 جرى تجديد حبسه في 10 من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات 3 الماضية. وبعد الاتهام الأول أصدرت المحكمة مذكرة توقيف جديدة لاتهامات إضافية من بينها استغلال الثقة، إذ تشتبه النيابة بأن كارلوس غصن قصر في أداء مهامه في منصب رئيس مجلس إدارة نيسان وألحق ضررا بالمجموعة، فضلا عن توظيف شقيقته بأجر قدره $100,000 في السنة، إضافة إلى اتهامه أنه كان يستعمل طائرة الشركة لأغراض غير مبررة. ودعما لقضيته رعى نقيب الصحافة عون الكعكي مؤتمرا صحفيا بالتنسيق مع اللجنة المركزية لدعم كارلوس غصن، حيث تم التأكيد على أن رجل الأعمال اللبناني وقع ضحية نجاحاته. بهذه المناسبة أتوجه للشعب الياباني المحترم مرة ثانية الذي يقدر عاليا ما قام به السيد كارلوس غصن للاقتصاد الياباني، وأتمنى على الشعب الياباني أن يناصر السيد كارلوس في محنته وأن يكون للشعب موقفا معبرا عن ذلك. حتى اليوم لم يعترف بأي إدانة وجهت إليه، وكما يقول المحامون والدبلوماسيون الذين يلتقونه هو يفند كل الادعاءات ويرد عليها. غصن رفض كل الاتهامات الموجهة ضده، وقد يطلق سراحه أول الشهر المقبل ما لم تصدر اتهامات جديدة بحقه. وتتابعونا بعد الفاصل. الأبيض كلل جبال لبنان والمنخفض ينحسر غدا. وشاب لبناني ضحية إطلاق نار في كندا. يتأثر لبنان حاليا بمنخفض جوي مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة حتى صباح يوم غد الجمعة. العاصفة كللت جبال لبنان بالثلوج وأغرقت الساحل بالسيول. بهذه الأجواء العاصفة يودع لبنان العام الحالي، حيث يتأثر بمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق تركيا. الزائر الأبيض اكتسح المرتفعات وزين جبال لبنان في وقت دعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى القيادة بحذر، معلنة أن كل الطرقات إلى مراكز التزلج في كفر دبيان سالكة باستثناء حدث بعلبك التي قطعت بسبب تراكم الثلوج. أما على الساحل أجواء عاصفة ولكن بحلة مختلفة، حيث شلت العاصفة حركتي الملاحة والصيد البحري في مرفأ صيدا، وتسببت الأمطار الغزيرة في تكوين برك مياه في بعض الشوارع الرئيسة والفرعية، كما أدت إلى ارتفاع منسوب مياه نهري الأول والزهراني. وعلى طريق صيد القضيمة عملت عناصر الدفاع المدني على سحب عدد من السيارات العالقة على الطريق الممتد من الحدث حتى شويفات. وفي جزين غطى الضباب الكثيف معظم بلدات وقرى المنطقة، أما في حصبية ومرجعيون والعرقوب فقد تساقطت الأمطار بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وتشكلت السيول على الطرقات. وفي البقاع اجتاحت المياه والسيول الخيام الموجودة في مخيم جروان للنازحين السوريين، ودخلت المياه إلى الخيام مسببة أضرارا جسيمة فيها. وقد ناشد سكان المخيم المعنيين للتدخل فورا ومعالجة الأضرار. وفي سياق متصل أكد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف نيانوس في بيان إعادة إصلاح العبارة الأساسية لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في منطقة الدورة برج حمود، الوزارة تعمل على فتح الطرقات الجبلية كافة، وهي طلبت من المواطنين التقيد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي عن حال الطرقات خصوصا في الأماكن المرتفعة.
فاجعة جديدة تصيب الاغتراب اللبناني، فقد قتل الشاب اللبناني الكندي روك حبيب جمعة بطلق ناري ليلة عيد الميلاد شمال فانكوفر في كندا. وبحسب وسائل الإعلام الكندية فإن جمعة كان برفقة صديقته في المنزل عندما أطلق أحدهم النار عليهما من بندقية بومب أكشن فتوفي على الفور، فيما نقلت صديقته إلى المستشفى. وقال المحققون أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار كان متعمدا وأنهم يبحثون عن شخصين تحوم حولهما الشبهات. رئيس الولايات الاقتصادية اللبنانية محمد الشقير يرد على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلانه إقفال 2200 شركة في لبنان، وأكد رفضه تضخيم الوقائع وسياسة التخويف والتهويل. رد المكتب الإعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومفاده بأن شقير أدلى بتصريح أعلن فيه إقفال 2200 شركة في لبنان وفصل أكثر من 4750 موظفا لبنانيا. وجاء في التوضيح أن رئيس الهيئات الاقتصادية كان أعلن أكثر من مرة عن معلومات حول إقفالات في العام 2018 ولكنه لم يحدد عدد المصروفين ولا معدلات البطالة. وأضاف البيان إن شقير حريص على إعطاء معلومات دقيقة بهدف وضع الرأي العام اللبناني في حقائق الأمور وتنبيه المسؤولين إلى ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وهو يرفض بشدة تضخيم الوقائع ويرفض سياسة التخويف والتهويل لأي سبب من الأسباب. المشاركون في مخيم الشباب العربي للتطوع الذي تستضيفه بيروت زاروا النائب بهية الحريري، وتشديد على أهمية العمل التطوعي. استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من المشاركين في مخيم الشباب العربي للتطوع الذي تستضيفه بيروت برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد جولة لهم في المدينة. الوفد أطلع الحريري على أهداف المخيم الشبابي العربي في نشر وتعزيز مفهوم التطوع في المنطقة العربية، فيما أعربت الحريري عن إيمانها بأهمية العمل التطوعي في المجتمع، لافتة إلى أنه أصبح اليوم أكثر فعالية في عالمنا العربي. وأشارت الحريري إلى أن مؤسسة الحريري كانت من أوائل المؤسسات التي عملت على ترسيخ مفهوم التطوع ولا زالت حتى اليوم عبر برامج وأنشطة تساهم في تعميم الوعي حول أهمية التطوع لدى الأولاد والشباب وعبر إحياء الأيام العالمية ومنها اليوم العالمي للتطوع. واستعرضت ما يقوم به لبنان الرسمي بهذا الخصوص ولا سيما على الصعيد التربوي من أجل العمل على إدراج التطوع ضمن المناهج التعليمية. قررنا أنه نتلقى اليوم بلبنان رغم كل الظروف اللي عم تصير بالمنطقة، رغم كل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ونتبادل الخبرات ونبعث رسالة أمل لمجتمعنا العربي ونقول أنه في ضرورة نرجع نحيي قيم التطوع والقيم الإنسانية فيما بيننا ونشر على إعادة أنسنة المجتمع ليصير أكثر متضامن ومتماسك ويصير مجتمع عم يحمل رسالة الخدمة والمساعدة. وفي ختام اللقاء قدم ممثلو الوفود العربية المشاركة في المخيم الشبابي دروعا تكريمية إلى النائب الحريري التي قدمت لهم نسخا من كتاب صيدا المدينة القديمة. هنأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين بحلول الأعياد المجيدة متمنية أن نشهد في السنة الجديدة ولادة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار. هنأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب وشعوب العالم كافة بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، راجية أن تحمل هذه الأيام المباركة معها أمل العيش بأمن وسلام واستقرار وازدهار، وأن تجتمع القلوب على المحبة والوفاق بعيدا عن التجاذبات والاصطفافات السياسية، وأن يبقى لبنان كما نريده وكما حلم به الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمل من أجله، وطنا سيدا حرا مستقلا آمنا وملتقا للحوار بين الثقافات والحضارات. ودعت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين واللبنانيات للنظر إلى الغد بعين متفائلة
وكلنا رجاء وأمل بأيام فضلة وأكثر إشراقا. وقد تعلمنا من شهيد الوطن الكبير الرئيس رفيق الحريري أن التحديات مهما بلغت صعوبتها يمكن أن تزول بالعزم والشجاعة والنوايا الحسنة والعمل المخلص والوحدة الوطنية والعيش المشترك. وختمت بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأن نشهد معا في هذه السنة الجديدة ولادة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار، متمنية للجميع عاما جديدا يحمل الخير والسلام والطمأنينة والأمل إن شاء الله. قضائيا ومتابعة لملف تلوث نهر البردون، أصدر قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين قرارا بتخلية سبيل صاحب معمل ميموزا رئيس بلدية قاعريم وسام التنوري بكفالة مالية قدرها 26 مليون ليرة لبنانية، وأحيل الملف إلى نيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي لجهة الاستئناف من عدمه، كما أبلغ وكيل مصلحة الليطاني بالقرار لإبداء الرأي بالاستئناف علما أن مهلة الاستئناف هي 24 ساعة، كما تقرر إخلاء سبيل أربعة موقوفين هم أصحاب معامل أجبان وألبان لقاء كفالة مالية قدرها 12 مليون لكل منهم. أمنيا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المدعو ميم عين من بلدة مجلية صغرتة ادعى بأن شقيقه واو عين قد غادر منزله ولم يعد، وأنه تلقى رسالة نصية من هاتف شقيقه طالبا منه دفع فدية مالية بقيمة 10,000 دولار إذا كانوا يرغبون بعودته. ولاحقا أوقفت دورية من شعبة المعلومات في بلدة مجلية المشتبه بأنه تعرض لعملية الخطف وهو بصحة جيدة، وبالتحقيق معه تبين أنه اختلق تمثيلية اختطافه بسبب ضائقة مالية يعاني منها، وقد أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته. وفد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية يشرح أهداف منصة مدرسة في لقاء تربوي اجتماعي بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان. عقد لقاء في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، ضم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادي وسفير الإمارات حمد الشامسي وسفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن مع وفد من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. اللقاء بحث في أطر التعاون في المجال التربوي والتعليمي، حيث عرض الوفد لمبادرة منصة مدرسة الإلكترونية التعليمية التي تم إطلاقها في شهر تشرين الأول الماضي من قبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما كانت كلمات نوهت بالمبادرة وبعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون القائم في جميع المجالات. يذكر بأن المبادرة تساهم في تطوير المحتوى التعليمي في اللغة العربية من خلال ترجمة أهم المناهج التعليمية في العالم وإتاحتها مجانا لأكثر من 50 مليون طالب عربي في أي مكان في العالم. نشر بعض الفاصل. كمارت يبحث آلية جديدة لانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة. والميليشيات المحسوبة على إيران تهدد برد على زيارة ترامب إلى العراق. رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة الجنرال باتريك كامارت يبحث آلية جديدة من أجل تنفيذ اتفاق السويد عبر تحديد المناطق التي سينسحب منها الحوثيون خلال مدة أقصاها الثلاثاء المقبل. هذا وتواصل ميليشيات الحوثي انتهاك الهدنة في الحديدة بحسب تحالف دعم الشرعية الذي أعلن تسجيل 29 خرقا حوثيا خلال 24 ساعة. آلية جديدة قدمها رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت من أجل انسحاب الميليشيات الحوثية من المدينة ومينائها. آلية الانسحاب التي كشف عنها وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي ستشمل مناطق الحديدة، الصليف، رأس عيسى وأجزاء من مدينة الحديدة خلال مدة أقصاها الثلاثاء المقبل بحسب ما نص عليه اتفاق السويد. لكن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار حاولوا تقديم تفسير مغاير للاتفاق، إلا أن كاميرت سيكون له الكلمة الأخيرة في تحديد الأطراف التي يجب سحبها.
ومن المقرر أن يقدم كاميرت آلية خاصة بمراقبة وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 18 من الشهر الجاري، على الرغم من استمرار الخروقات من جانب ميليشيات الحوثي، حيث سيجتمع بالأطراف اليمنية تمهيدا للخطوات التنفيذية. في غضون ذلك، كشفت مصادر أن وفد الحكومة الشرعية أعد ملفا كاملا عن تلاعب الحوثيين بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في الحديدة وضم مئات من مسلحيها إلى هذه القوائم. هددت الميليشيات المحسوبة على إيران في العراق بالرد على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق، فيما أوضح المكتب الإعلامي للرئيس العراقي أنه كان على علم بالزيارة. أثارت الزيارة السرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات عن طبيعة التنسيق مع الحكومة العراقية بشأن ترتيباتها. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أوضح أن السلطات الأمريكية كانت قد أعلمت السلطات العراقية رغبة ترامب بزيارته إلى العراق، مشيرا إلى أن هدف الزيارة كانت لتهنئة الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى زيارة العسكريين الأمريكيين العاملين ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش. وقال بيان المكتب الإعلامي أن الحكومة العراقية رحبت بالطلب، وكان من المفترض أن يجري استقبال رسمي ولقاء بين الرئيسين، إلا أن التباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى الاستعادة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع في العراق، وبالأخص القرار بشأن الانسحاب من سوريا والتعاون المشترك لمحاربة داعش وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب وبلدان المنطقة. أما الميليشيات المحسوبة على إيران في العراق فهددت بالرد على الزيارة، وقالت ما تسمى عصائب أهل الحق وحركة النجباء أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار لن تمر دون عقاب. كما حذرت ميليشيات حركة النجباء أنها لن تسمح أن يصبح العراق قاعدة أمريكية لتهديد دول الجوار، مطالبة الحكومة العراقية بطرد القوات الأمريكية من البلاد على اعتبار أن وجودها على الأراضي العراقية يمس بسيادة البلاد. هذا ورفعت السفارة الأمريكية في بغداد حالة التأهب الأمني بعد سقوط صاروخين بالقرب من مقرها، وذلك بعد ساعات على زيارة مفاجئة إلى العراق أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب أقر بأنه ألغى سابقا زيارتين للعراق بسبب انكشاف أمرهما، واعترف بمخاوف أمنية وبحزنه الشديد لحاجته لكل هذه السرية للقاء الجنود الأمريكيين هناك. وبهذه الزيارة يكون ترامب أصبح ثالث رئيس أمريكي يزور هذا البلد بعد جورج بوش الابن في تشرين الثاني في العام 2003 وباراك أوباما في نيسان من العام 2009. يواصل سائقو الشاحنات في إيران إضرابهم لليوم الخامس في عموم أرجاء البلاد احتجاجا على الغلاء وفقدان قطع الغيار وقلة الأجور وعدم تنفيذ الوعود المضللة التي أطلقها مسؤولو النظام. وفي الإطار حيت زعيمة المقاومة الوطنية مريم رجوي أصحاب الشاحنات المضربين رغم الإجراءات القمعية من قبل السلطات، حيث شمل الإضراب 41 مدينة من 21 محافظة. وافق الكنيسة الإسرائيلي بكامل هيئته على حل نفسه في دورته الـ20. جاءت الموافقة على مشروع قانون حل الكنيسة بموافقة 100 نائبين ومعارضة نائبين 2، وذلك بعدما قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 نيسان المقبل. أصيب شخصان بينهما شرطي عندما انفجرت عبوة ناسفة وسط أتنة، ووقع الانفجار أمام كنيسة في حي كولوناكي وسط أتنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ونقل الجريحان للمستشفى للعلاج، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا حول المنطقة. وقال مسؤول في الشرطة أن شرطيا لاحظ صندوقا أمام مدخل الكنيسة ورأى أن هذا أمر غريب، مشيرا إلى أن الانفجار لم يكن قويا وأصيب الشرطي في وجهه ويديه. تتواصل الاحتجاجات التي توسعت إلى مناطق تونسية عدة لليلة الثالثة على التوالي، وذلك تنديدا بالأوضاع المتردية والبطالة التي يعيش فيها الشباب التونسي. قُبلت هذه الاحتجاجات التي تفجرت عقب وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي بعد إضرام النار في جسده، قُبلت بصمت من السلطات مقابل ردة فعل عنيفة من قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسجل للدموع من أجل تفريق المحتجين الغاضبين وقامت باعتقال عدد منهم. تواصل المعارضة السودانية الضغط على الحكومة بالدعوة إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية أمام سفارات السودان في عدد من العواصم الأوروبية.
وفيما دخلت الاحتجاجات الشعبية أسبوعها الثاني، دعت المعارضة والنقابات المهنية إلى مظاهرات في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس على أن تنطلق من محطة المواصلات الرئيسية. في وقت قرصن محتجون غاضبون مواقع حكومية على الإنترنت ردا على حجب الحكومة لمواقع التواصل الاجتماعي. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة شمال كاتانيا في جزيرة الصقلية الإيطالية بعد ثورة بركان إتنا منذ 3 أيام، أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار كبيرة في المباني والكنائس القديمة. وأعلن مسؤول في الدفاع المدني أن عشرات الآلاف من السكان مكثوا في سياراتهم بعيدا عن الخطر لأنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث لاحقا، مشيرا إلى أن الدولة أمنت فنادق للنازحين، إلا أن عددا كبيرا من السكان يفضل البقاء قرب منزله خوفا من السرقة. والآن صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلا بنروح على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 16 درجه، رباط 18، الجزائر 14 درجه، بغداد 15، دمشق 11، القدس 9، عمان 10 درجات، وبنختم مع الكويت 21، الدوحه 24، اما الرياض بتسجل 25 درجه. هلا بننتقل على لبنان، بكره طقسنا متقلب، بالنسبه للحراره على الساحل بتوصل اقصاها ل 16 درجه ادناها 8، بالنسبه للجبل 10، اما بالداخل بتسجل اقصاها 14 درجه. تفاصيل اكثر بنروح على الخريطه اللبنانيه، ومنبلش جولتنا بعكار 14 درجه، طرابلس 16، الارز ناقص درجه. من كفي لنوصل على الهرمل 13، القاع 12، بعلبك 6، رياء 9 درجات. جبال 14 درجة، بيروبا 0، جونيا وبعبدا 15 درجة. بيروت كمان بتسجل حرارة فيها 15 درجة. من كفي لنوصل على زحلة 10، شطورة 12، عنجر 13، مشغرة 16 درجة. من كفي بالمناطق اللبنانية على جزدين 16، رشية 12، مرجعيون وبنت جبال 17 درجة، ومنختم مع صيدا سور وقانا 17 درجة. مثل ما ذكرت بكرة طقسنا متقلب إلى غائم جزئيا، بالنسبة للحرارة بتسجل أقصها على الساحل 15 درجة أدناها 12، وعنا احتمال لتساقط أمطار متفرقة. بالنسبة للسبت والأحد بتستقر الحرارة على 16 درجة. منحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية ابتداء من علو 1300 متر. بالنسبة للحرارة بمنطقة الأرز بتسجل أقصاها ناقص درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. والآن فقرة رسوم متحررة. يا خيي مفقوس، انا بجاي العيد وبحب عيد منيح يعني. شو في خير؟ شو في يا خيي؟ يا خيي كل سنه كل سنه بيقولوا لي تنعاد عليك تنعاد عليك. شو بدك اياهم يقولوا لك يعني؟ يا خيي بس مين قال لك انا بدي تنعاد علي؟ مش تنعاد عليك يعني نفس السنه ترجع تنعاد؟ انا ما بدي خيي. خيي شو بدك يقولوا لك لك يعني؟ خيي يعني بدي يقولوا لي تنفرج عليك، تتغير عليك، تنفتح بوجهك، هيك تنعاد كله هيك. هيك بدك يعني؟ ايه طبعا. تنعاد عليك. بدي اسألك شغلة. ايه شو في؟ شو حتجيب لي عيدية؟ ايه حسب فوق يعني الوضع. يعني بفهم تنعاد عليك على الناشف. ايه تقريبا، ويمكن ما تنعاد عليك. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء تشمل عادل الجبير. الإمارات تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في دمشق. للتمسك والالتزام باتفاق الطائف نصا وروحا. تأليف الحكومة في إجازة، والسنيورة يدعو إلى التوقف عن ابتداع أعراف تخالف الدستور. نهاية النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
We'll be right back.